خلينا مع حضراتكم نتكلم زي ما اتكلمنا وبدأنا عن التعليم، وما كان من السيد وزير التعليم وهو أمام البرلمان قال مجموعة من التصريحات فيها تصريحات حقيقة عظيمة، منها تدريب المعلم، الاهتمام به، تكريم بعض المعلمين كل فترة، التعليم أصلا نظام يعني مبني على المعلم والطالب والإداريين، منظومة كده لازم ناخد بالنا منها. لكن كمان كان في بعض التصريحات اللي تقريبا توقف أمامها المجتمع المصري بكل أطيافه على المستوى الرسمي والمسؤولين، وعلى المستوى كمان الرسمي هنا بقصد النواب مجلس الشعب مثلا لكن مش الحكومة مثلا، وعلى مستوى أولياء الأمور في حالة استنفار شديدة جدا. وخلينا أقول إنها كانت بالنسبة لي على المستوى الشخصي تصريحات وكأنها خيالية. فما كان إلى النهاردة لقيت تقدم الدكتور فريد البياضي عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب موجه، أكد النائب في طلبه على أن خطة الوزير في الإصلاح المنظومي تعلن فشلها قبل بدايتها، بدلا من العمل على سد العجز في المدرسين ورفع مرتباتهم ومستواهم التدريبي نجد يلجأ للحلول السهلة وهي جباية الضرائب من مراكز الدروس الخصوصية على تقنينها وجباية غرامات من الطلبة الذين يتغيبون عن المدرسة، كلام وكأنه خيال، وإنشاء شركة تابعة للوزارة تقدم دروسا خصوصية للطلبة برسوم أخرى. من ناحية أخرى تسيطر حالة من الغضب على أولياء الأمور والطلاب تزامنا مع بدء الأسبوع الثالث. وفكرة أن أنا كنت بقول أن السنتر لأ أو المركز الدروس الخصوصية لأ، وارجع الوزارة اللي كانت بتقاوم ده ويعني بشوف بيروحوا يقبضوا عليهم وكأنهم مجرمين حرب وضبط وإحضار وغلق للمركز ده، أن يتقال ده من الوزير أنا حاسة أن أنت لأ، أنت خلاص نقفل المدارس يبقى اللي يقدر يروح السنتر. هو فعلا السنتر بقى فيه كام مثلا؟ الحصة الواحدة فيها مئات من عشرات عشان أبقى منطقية، عشرات من الطلبة. فواضح احنا كان لازم نقف ويكون معانا دكتور فريد البياضي عضو مجلس النواب، وهذا الاستجواب اللي في توقيته ومرضي جدا. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، ازي حضرتك؟ برحب بحضرتك وبداية تحياتي لحضرتك والمشاهدين جميعا. تحياتي لحضرتك ووجودك معانا، وهذه الخطوة الصحيحة جدا اللي يمكن متضمنة بما انك نائب الشعب فانت اخذت خطوة بما ينبط به الشارع المصري الان. قول لي حضرتك كان اعتراضك على ايه وايه اللي قدمته وايه اللي ممكن مردود هيكون على هذا الاستجواب؟ يعني انا اعتراضي على زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي الكلام اللي قاله السيد الوزير، يعني هو بيتحط تحت عنوان كده واحد كان ابتداء الوزير السابق، واضح انه الوزير الجديد مكمل في نفس الفكره، هي فكره تسليع التعليم او تحويله التعليم الى سلعه تجاريه تدر دخل ومحاولة يعني جاني أموال من وراء التعليم. لو سمحت لي يا دكتور بس مداخلة بسيطة، يعني ده نقدر نقول شبه حصل على مستوى التعليم الجامعي في دخول الجامعات الأهلية وغيره، وده قبل إلى حد ما لأن في الطالب في الوقت ده هو اللي قادر من أهله يصرف هيصرف، اللي قادر الولد نفسه ياخد خط هو عايزه فعلا ومدرك أنه عايز يكمل فيه، لكن على مستوى التعليم الأساسي ده مرفوض. بالضبط، يعني حاجة زي ما تفضلت قلت التعليم الجامعي قد يكون مقبولا، لكن التعليم ده اسمه التعليم الإلزامي، والدستور قال المادة 19 في الدستور أن التعليم الإلزامي ده حق لكل مواطن تلتزم به الدولة وتضمن الدولة مجانية التعليم. فالتعليم الإلزامي ده لغاية الثانوية العامة ده وضع مختلف خالص، ما ينفعش يبقى سلعة بتدر دخل بأي طريقة. والكلام اللي قاله السيد الوزير انه احنا المراكز السناتر الدروس الخصوصية اللي بيقولوا عليها بدل ما احنا مش عارفين نوقفها فناخد منها فلوس، ناخد منها رسوم وضرائب، وفي نفس الوقت الطالب لو غاب من المدرسة وراح السنتر اخد منه 300 جنيه غرامة وبعد كده اسجن ابوه لو الواد بيغيب كتير. ده كلام يعني كلام حد بيتكلم في كوكب تاني يعني، واحنا بقت القصة كلها ازاي نجمع اموال من وراء التعليم بدل ما نحسن جودة التعليم. انا لو انا عايز احارب الدروس الخصوصية اوفر البديل، اوفر جودة التعليم في المدارس واهل المدرس، وانا دايما بقول البداية هي من المدرس، ان ما كناش هنعين الاعداد الكافية من المدرسين هنأهلهم هندربهم هنديهم مرتبات مجزية عشان ما يحتاجوش يشتغلوا في دروس خصوصية، التعليم لن ينصلح حاله. وده كان خلافي مع الوزير السابق وطلبت بإقالة الوزير السابق لأنه يعني ابتدى في محاولات لإصلاح المنظومة وصرف مليارات على نواحي كتيرة وأهمل الجانب الأهم وهو المعلم. والوزير الجديد بيتكلم في كلام شكله كويس عن التدريب، لكن الخطوات اللي بتتقال او الخطط اللي بتتقال ما فيهاش اي جزء من اصلاح المعلم.
وهرجع اقول تاني انه الاشكاليه مش اشكاليه وزاره التعليم بس، والموضوع اكبر من الوزير والوزاره، الموضوع هو مشكله الدوله ومشكله الحكومه كلها. عشان كده انا طالبت دكتور، انا لو سالت حضرتك كمسؤول كعضو برلماني، هو اللي بيقول الوزير ده ممكن فعلا نصحى نلاقيه؟ انت عارف حضرتك واكيد طبعا انت في وسط الناس وانا متابعه خطوات حضرتك، الاهالي اصلا بيعلموا اولادهم ازاي، فكره مصاريف المدرسه بقت واصله تقريبا ل 500 من 300 ل 500 جنيه للطالب في المدرسه الحكوميه. ان انا كمان اقول لاهله لا ده احنا كمان هيبقى عندنا دروس خصوصيه بفلوس، او انا هتابع السنتر او هاخد منه نسبه، ده ممكن يقعد ابنه من التعليم بمنتهى البساطه، انا مش لازمني وجع الدماغ ده. لا طبعا، يعني هي طبعا الكلام ده كله مش مقبول، ويعني انا شخصيا هحارب ان الكلام ده ما لا يتم تنفيذه باي حال من الاحوال. وبقول لك المشكله هي مشكله حكومه اكبر من مشكله الوزير، عشان كده انا طلبت في طلب الاحاطه موجه لرئيس الوزراء شخصيا، وطلبت باستدعاء رئيس الوزراء لمناقشه خطه الدوله والحكومه كلها للنهوض بالتعليم. المشكله يعني في الاول وفي الاخر بنرجع نقول ان موازنه التعليم من البدايه قاصره عن تطوير التعليم. فالوزير لما بيتزنق بيقول انا ما عنديش فلوس، عايزين نعين مدرسين، ما عنديش ميزانيه، عايزين ازود مرتبات، انا ما عنديش. ده نفس الكلام كان بيقوله الوزير السابق وبيقوله الوزير الحالي وهيقول الوزير اللي هيجي بعديه، طالما ان الدوله بتبخل على التعليم بموازنه كافيه. احنا الدستور في 2014 كان بيقول انه التعليم والتعليم العالي مع بعض النسب بتاعتهم لا تقل عن 6% مجتمعين من الناتج القومي، وتزداد هذه النسب تدريجيا الى ان تصل للمعدلات العالميه. يعني المفروض ال 6% دي كان زمانها دلوقتي بقت على الاقل 16%. احنا السنه دي موازنه التعليم زائد التعليم العالي 3% من الناتج القومي، فمش واصله لنص الموازنه اللي كانت المفروض تكون في 2014. دكتور فريد بشكرك جدا، دكتور فريد البياضي عضو مجلس النواب، واللي تقدم باستجواب تجاه، طب ثواني بس، باتجاه وزير التربيه والتعليم. اللي انا عايزه اقوله ان التعليم ده امن قومي، دول المستقبل، دول بكره. ممكن لو احنا قلنا ان تجاره المخدرات هي تجاره مربحه وموازيه واحنا ما نعرفش عنها حاجه، فاحنا نقنن تجاره المخدرات وتشرف عليها الدوله علشان المكسب اللي بيجي منها قد كده، هي بنفس بالنسبه لي جت بنفس الدرجه ان انا اقول ان انا السنتر ده ومراكز الدروس الخصوصيه بناخد منها فلوس قد كده، فانا اقننها، فانا اسمح بيها، فانا اقول اوكي عليها كده. كفايه قوي على اولياء الامور، كفايه عليهم زياده الكهرباء، زياده الميه، زياده الغاز، كلنا بنقول ماشي كل ده زي الفل، دعم بلد وكلنا فيه، لكن ان انت تاخد حق ابني في التعليم بهذه الممارسات الغريبه طبعا غير مسموح.